Welcome to Al Manar News. من جهته تساءل صلاح الفضلي في صحيفة الرأي العام الكويتية عن الدفاع العراقي الذي اتهم إيران بأنها العدو الأول للعراق. نحن نعترف أنه عندنا مشكلة مع إسرائيل. نحن منسلط الضوء على كل التجاوزات اللي بتقوم فيها إسرائيل. نحن بنعتبر أنه رسالتنا ندعم أي مقاومة ونأيد ونسلط الضوء على أي مقاومة بتقاوم هذا الاحتلال. ما عندنا أي مشكلة وما بنخجل بهذا الموقف، وحاضرين حتى إذا كان لابد من أثمان تدفع لأجل هذا الموقف. ما عندنا مشكلة، فمشكلة أبدا مش مشكلة بيننا وبين لا الساميين ولا اليهود ولا اليهود بشكل عام. مشكلتنا مع الاحتلال، وهذه المشكلة حتظل قائمة طالما هو الاحتلال قائم. We've heard other TV stations being strongly criticized for certain coverages, and I think this is normal. This is quite normal to be a target, because I strongly believe that we're portraying what's really going on the ground. نحن نتخوف أن يكون الموقف من المنار جزء من حملة عامة على الإعلام المرئي والمسموع العربي. بلا تاريخ، أقنعة بلا وجوه. Germany, I mean.